هذه القمة إثارتها، جماهيريتها، شعبيتها، عاداتها، تقاليدها. الله على هذه القمة. هذه تشكيلة نادي اليوفنتوس اليوم. الفريق يعتمد على طريقة الأربعة خمسة واحد في مباراة اليوم. لو نستعرض تشكيلة نادي إنتر ميلان في مباراة اليوم، والفريق المقابل راح يلعب بتشكيلة الأربعة خمسة واحد الهجومية أيضا. لعب جيد على الطرف من يوفنتوس. ناين جولان، مورو إيكاردي، كوادو أسامو، بيرزيتش، تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. الدون كريستيانو رونالدو صاحب الأقدام الذهبية والكرات الذهبية التي يرسلها في كل مرمى، صاحب الأداء الفارق والتصميم الكبير، صاحب الشخصية، القائد، من يقود الهجوم دائما، ما يجعل التهديد الأبرز للمرمى في مباراة اليوم. الكرة تخرج إلى ضربة مرمى،